السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من في قناة بروفيسور فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة معانا النهاردة تكملة لإم جو سي في السي شارب. إن شاء الله النهاردة زي ما إحنا قلنا النهاردة إن شاء الله هنشرح عمل دالة الجيت روتيشن ماتريكس مانوال. عندنا هنا إيه؟ بنقرأ الإيمج هنا، بعد كده بنعمل لها ريسايز، بعد كده عندنا هنا عاملين هنا دالتين، واحدة للإيمج وواحدة للمانوال. الامجو دي اللي احنا بنستخدم فيها عادي اللي هو الروتيشن عادي، هنكتب فيها الروتيشن عادي، والمانوال دي هنعملها يدوي. لو رحنا كده ايه شفنا الامجو، الامجو بتاخد هنا الثلاث بارامترات الامج والروتيشن انجل والسكيل، نفس الحكايه اللي احنا عارفينها. بناخد هنا اللي هي الريس، بناخد نسخه من الامج كوبي بلانك اللي هي ناخد الدايمنشنز بتاعها بس، وبنعمل هنا ماتريكس هنطلع منها الروتيشن ماتريكس اللي احنا ناخد فيها الروتيشن ماتريكس بتاعت الدالة بتاعت الجيت روتيشن ماتريكس 2D. بعد كده بنستدعي دالة الروتيشن اللي جيت روتيشن ماتريكس، بنديله النقطة اللي احنا هنلف حواليها والانجل والسكيل والماتريكس بتاعتنا. بعد كده بنعمل سي في انفوك دوت اي ام شو للايمج. بعد كده بنعمل واير بافاين. خلاص احنا بنطبق بقى الايه الماتريكس عندنا في الايمج، وبنطلعها في الريز. بعد كده بنرجع له الريزولت تاني. دي اللي هي اللي في الامجو. تعال بقى نروح للمانوال دلوقتي. المانوال احنا قلنا ايه في الفيديو اللي فات؟ احنا قلنا في الاول ان احنا محتاجين الخوارزميه اللي بتلف بتلف الصوره حوالين مثلا سنتر بيكسل. ان احنا في الاول اول حاجه قبل ما نعمل اي عمليه اي روتيشن اي سكيلنج، احنا محتاجين ان احنا نحول البيكسل من انها تلف حوالين النقطة اللي هي السنتر بيكسل مثلا لانها تلف حوالين الاوريجين. فاحنا قلنا ان احنا بنطرح الكوردينيت بتاعت البيكسل بتاعتنا من الكوردينيت اللي احنا عايزين نلف حواليها عشان نجيبها للاوريجين. بعد كده نطبق العملية، بعد كده بنجمعها تاني على السنتر بيكسل او البيكسل اللي احنا عايزين نلف حواليها، بترجع لنا البيكسل الصحيح اللي احنا عايزينه. هنا بنعمل ريزولت هناخد فيها النتيجة، وبنحول الانجل دي من ديجريز لراديال عشان الروتيشن ما بيتمش بالديجريز، بيتم بالراديال. بنضربه في ماس دوت باي على 180. طبعا اللي احنا بنضرب الانجل في سالب واحد عشان نعدل الانجل، عشان تبقى تلف مع عقارب الساعه، لان السالب هتخليها تلف مع عقارب الساعه والموجب هتخليها تلف عكس عقارب الساعه. احنا بنضربه سالب واحد عشان تبقى زي الامبو، يعني اللي احنا لو ما ضربناش في سالب واحد هتبقى عكس الامبو. بعد كده برضو قلنا احنا ايه في المره اللي فاتت ان احنا ايه ممكن نضرب الماتريكس اللي احنا هنعمل بيها العمليات في بعض قبل ما احنا نطبقهم على الايمج. فاحنا هنا ايه وبنعمل بنحط الماتريكس بتاعت الترانزليشن في اخر ماتريكس خالص. فاحنا هنا عندنا ماتريكس للروتيشن اللي هي الماتريكس بتاعت الروتيشن اللي احنا عارفينها بتبقى 2 في 2، والماتريكس بتاعت السكيلنج دي بتبقى 2 في 3. اللي احنا قلنا احنا اتفقنا ان احنا بنحط الترانزليشن اللي هي الماتريكس بتاعت الترانزليشن في اخر ماتريكس خالص في اخر ماتريكس احنا بنضرب فيها. بعد كده عندنا كان اسمه ار اس، ده نوع ماتريكس ده بناخد فيه ناتج ضرب الروتيشن في السكيلنج. بعد كده بنقول اوفست اكس اوفست واي، دي هنستخدمها في احنا الاوفست اكس دي الايمج دوت كولز على الاثنين، والايمج دوت روز على الاثنين دي هنستخدمها في ان احنا نحول البكسل بتاعتنا من انها تلف حوالين السنتر بيكسل اللي هنلف حواليها الاوريجين عشان نعرف نطبق عليها العمليه. والمات بو دي اختصار للمات بوينت، دي هتعمل ايه؟ دي هناخد فيها الكوردينيت بتاعت الاكس والواي عشان نقدر نضربها في نقدر نضربها في الار اس في الماتريكس اللي هتعمل عليها العمليه. بنلف هنا حلقتين فور، بنلف حوالين الايمج بتاعتنا. بنقول هنا انت اكس بتساوي صفر طول ما الاكس اقل من الايمج دوت كولز زود في الاكس واحد، وطول ما الواي دي اقل من الواي الايمج دوت روز هنزود في الواي واحد. هنقول هنا ايه في الماتريكس بتاعت المات بوينت دي، اول هي طبعا 3 في 1 3 صفوف وعمود واحد. اول خانه هتبقى اللي هي الاكس ناقص الاوفست اكس، وتاني خانه اللي هي الواي ناقص الاوفست واي، وتالت خانه اللي هي الواحد بس احنا حطيناها بس عشان نقدر نضرب في الترانزليشن عشان نقدر نجمع الترانزليشن عن الناتج على الناتج. بعد كده بنقول في خلي بالك في احنا هنا عندنا هنا كان اسمه الريسي، ده اللي ناتج ضرب الماتريكس بتاعت
العملية في الايمج في الكوردينيت بتاعت الايمج. بنقول هنا ار اس مضروب في الماد بوينت بيطلع لنا في الريسي. بعد كده ايه في الايمج بقى اللي هي الريزولت خالص اللي هي فوق خالص اللي احنا هنطلع فيها الناتج. هنقول هنا ايه الريزولت اللي هنا ايه دي ريزولت بتاخد طبعا اللي هي زي ما احنا عارفين ان هي تاخد الرو وبعد كده الكولم. طب هنا الرو هنا ايه الرو هنا الريسي 1 و0 طبعا ده الناتج الجديد من الـ من الـ من الـ الناتج الماتريكس الجديده بتطلع لي قيمتين اللي هي بتبقى الدايمنشن بتاعها 2 في 1 اول قيمه اللي هي الاكس والثاني قيمه اللي هي الواي. احنا بنقول ثاني قيمه اللي هي الواي بنزود عليها اوفست واي عشان نقدر نجيب الكوردينيت الصحيح بتاع نقدر نخليها بالنسبه للسنتر بيكسل. بعد كده بعد ما بنجمعها اللي هي بتحولها لانت. لا طبعا لان هنا الايمج ما بتقبلش غير انت واحنا هنا ايه كل عملياتنا هنا بالدبل. وكذلك برضو نفس الحال مع الاكس. وفي الاخر خالص الكوردينيت الجديد ده بيساوي قيمه البكسل الاصليه. فاحنا ايه غيرنا قيمه البكسل اللي في الريزولت بقيمه البكسل قبل الدوران. في الاخر خالص بنرجع الريزولت. لو مش فاهم حاجه يعني لو في حاجه صعب عليك في الكود ده اكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. انا عارف ان الكود شويه يعني ايه يعني ملخبط شويه او ممكن يعني انا ملخبط فيه شويه حاجات مختصر فيه حاجات كتير وانا مختصر كمان في الشرح لان وقت الفيديو يا جماعه انا اسف. بس لو في حاجه انت مش فاهمها حاجه يعني صعب عليك شويه يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك بسرعه. وعيد الفيديو كذا مره عيد بتاعت عيد الفيديو كذا مره لغايه يعني ايه يعني لغايه ما تبقى انت خالص يعني انت يعني حاجه انت مش فاهمها خالص يا ريت تكتب تحت في التعليقات وانا على طول هرد عليك ان شاء الله. خلاص كده احنا هنا بننفذ الدالتين دول. تعالى كده بقى نعمل ران ونشوف الناتج هيطلعوا هما الاثنين زي بعض. خلاص كده خلص. هو هياخد معاك بس شويه وقت لان الامجو اسرع من المانوال طبعا. دي اللي هي المانوال بتاعتنا ودي اللي هي الريزولت. حاجه اخيره بس افرض انا مثلا ايه انا عايز اعرف لو انا عندي مثلا بيكسل في الايمج بتاعتي انا عايز اعرف هتبقى فين بعد ما اطبق عليها الروتيشن. هكتب بس الكود. زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنضرب البوينت بتاعتنا في بنضرب قصدي الماتريكس بتاعتنا في البوينت والناتج بيبقى البوينت جديده. فاحنا هنا بنعمل ايه بنعمل هنا ايه ماتريكس. طبعا احنا قلنا ايه ان البوينت بتبقى 3 في 1 احنا ممكن نزود في عدد الماتريكس ممكن نزود في عدد البوينتس دي يعني مثلا ما هتبقى 3 خانات اللي هي الاكس والواي والواحد في واحد بس في بوينت واحد لا هنخليها 3 في 2 3 في 4 3 في 6 6 بوينتس يعني. بنحدد هنا اربع بوينت في الايمج بتاعتنا اللي هي البوينت اللي هي الكورنر اللي فوق والكورنر اللي هو الشمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق وجنوب غرب اللي هو عامله كمربع كده اللي هي الكورنرز بتاعت الايمج بتاعتنا. طبعا في هنا ايه مصفوفه للاكس احنا بنقول صفر والايمج دوت كوز نايس واحد وصفر والايمج دوت كوز نايس واحد دي اللي هي خاصه بالاكس. والمصفوفه الثانيه اللي هي خاصه بالواي صفر وصفر والايمج دوت روز طبعا هنا الصفر دي والصفر دي اكس والواي بتاعت بوينت. لو ننقل على الصف الثاني دي اكس والواي بتاعت البوينت الثانيه ودي الاكس والواي بتاعت البوينت الثالثه وفي الاخر خالص دي الاكس ودي الواي بتاعت البوينت الرابعه. اخر المصفوفه بتاعتنا اللي هي الواحد عشان نطبق عليها الترانزليشن. بعد كده ايه بنضرب الماتريكس بتاعتنا اللي هي الام في البوينتس فهتطلع لنا هنا ناتج في الرود بوينت اللي هو الروتيشن بوينتس بعد الروتيشن. هنعمل مصفوفه من كائن بوينت. هنقول هنا ايه اول بوينت بتاعتنا اللي هنطلع بقى نستخرج بقى القيم بتاعتنا من الروتيشن بوينت اللي هو الكائن ده اللي هو الماتريكس دي بنستخرج منها القيم بتاعتنا بقى. هنقول هنا نيو بوينت احنا بنعمل طبعا هنا ايه مصفوفه من البوينت دي البوينت اللي هي الخارجه. بنقول هنا نيو بوينت 0 0 1 و 0 دي اللي هي البوينت الاولانيه. طبعا بنعمل كاست احنا بناخد هنا الاكس بعد كده الواي بنعمل لهم هم الاثنين كاست وبننفذ نفس العمليه مع الاربع بوينت الثانيه.
في داله جديده اسمها سي في انفوك دوت باوند ريكتانجل. الداله دي ان شاء الله هنشرحها في اللي هو المستوى المتوسط من الامجوز. احنا لسه دلوقتي في الاساسيات. المستوى المتوسط ان شاء الله هنشرح فيها الباوند ريكتانجل، بس هي باختصار شديد جدا احنا بنديها شويه بوينت وهي بتجيب لك يعني ايه الريكتانجل اللي هي تحتويهم كلهم، فاهم؟ بنقول له هنا نيو فيكتور اوف بوينت، بيديله هنا البي تي اس ده. انا عايزك بس تعرف انها بتعمل بس ايه بتعمل تحتوي البوينتس دي في ريكتانجل واحده. بعد كده هنا بنعمل سي في فونج دوت ايم شو الايمج. بعد كده بنعمل لها وارب افاين اللي هو الطريقه العاديه عادي اللي احنا بنعمل وارب افاين للايمج. استنى كده برضو بقى نرسم برضو الريكتانجل بالمره هنا. طب انا قلت بدل مثلا لما نعمل باوند ريكتانجل ممكن تلخبطك، انا بس ايه ان انا هرسم بس دايره حوالين النقط الجديده بس. خلاص بقى كده ايه نشيل دي، هرسم دايره بس ايه، انا هلف اللي هي البي تي اس دي كلها وهرسم دايره حوالين كل نقطه بالداله اسمها سيركل، هرسمها في الايمج ريزولت. بعد كده ايه بحدد اللون بتاعها طبعا هنا البي جي ار، والتكنس اللي هو التخن بتاع السيركل اللي انا هرسمها، والراديوس. تعال كده بقى نعمل رن. هو لو احنا كده هنا بصينا على الريزلت بتاعتنا حددنا له هنا البوينتس اللي هي البوينتس دي اللي هي الكورنر ده والكورنر ده والكورنر ده والكورنر ده، وضربناهم في الروتيشن ماتريكس. وبعد كده حددنا البوينتس دي تاني بالسيرجل، او جايب لنا اللي هي الكورنرز دي بقت فين في الريزلت بتاعتنا. بتفيدك الحاجات دي كتير في مشاريع ان شاء الله هنشوفها قدام، هتفيدنا الحاجات دي كتير. فبس هو ده كان درس الفيديو بتاع النهارده يا جماعه. ارجو ان الفيديو نال اعجابكم. لو في حاجه انت مش فاهمها ارجوك سيب لي تعليق تحت الحاجه اللي انت مش فاهمها وان شاء الله ارد عليك. نراكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.